السلام عليكم متتبعي قناة الإنجليزية واحد. أتمنى أن تكونوا في صحة جيدة وتكونوا بخير وعلى خير. في الدرس السابق السلسلة رقم واحد تطرقنا لتركيب حروف PH CH و SH. في هذا الدرس الذي يعتبر بمثابة تكملة للدرس السابق الجزء الثاني سنتطرق فيه إن شاء الله إلى تركيبة الحروف التالية TH CK GH و WH. أمامكم على السبورة كيفية النطق لكل من الحروف المركبة التي رأيناها في الدرس السابق والحروف المركبة التي سنتطرق لها في هذا الجزء إن شاء الله. لنبدأ على بركة الله. Let's begin. CH CH تقرأ أو تلفظ هكذا. ش ش أو ك تلفظ ش أو ك. SH SH تلفظ ش ش. الهاء مهمة. ش ش. TH تنطق أو تلفظ ذ ذ أو ث ث. ثلاث نقاط. ث. PH PH تنطق ف ف ف. CK CK تنطق ك ك ك. GH يمكن أن تنطق ف ف أو ج ج أو لا تنطق تكون صامتة silent لا ننطق بها. WH WH تنطق و و أو ه ه و أو ه وي. CH تلفظ ش ش ك ش ك. SH تلفظ ش ش. إذا ما لاحظتم الهاء مهمة في النطق. النطق مهم ومهم جدا. SH تنطق ش ش. TH تنطق ذ ذ أو ذ ث بالتاء بثلاث نقاط. PH تنطق ف ف ف. CK تنطق ك ك ك. GH يمكن أن ننطقها أما كفه نقول فه فه أو ج ج أو لا تنطق إطلاقا تكون صامتة لا تنطق بها تكون silent معناها صامتة silent. و WH WH تلفظ و و أو ه ه. أعيد المرة الثالثة. CH ش ك. SH ش ش. TH ذ ذ ث ث. PH ف ف. CK ك ك. GH إما ف أو ج أو لا تنطق على الإطلاق تكون صامتة silent. TH يمكن أن تلفظ إما ذا 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 أو ث ث ث. لنأخذ مثال example عندما تنطق كذ ذا ذا. This this. Father father. Mother mother. عندما تنطق كذا مثال ذا ذا هناك ذا 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 هناك. This 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 هذا أو هذه. This this. Father father father. أب
father father أب mother 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 أم there هناك this هذا father أب mother أم. الحالة الثانية ث يمكننا أن ندخل بالTH ث نأخذ بعض الأمثلة examples teeth 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 nothing 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 thanks 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 wait teeth teeth الثاء ذات النقاط teeth nothing 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 thanks 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 teeth الأسنان teeth feet nothing معناها لا شيء لا شيء thanks thanks شكرا الحروف المركبة CK كيف تنطق CK ك ك ك example مثال track 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 black 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 move back move back move back وعيد يمكن أن ننطق ب سكي ك أو تنطق لا يمكن تنطق ك ك example track 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 black 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 move back move back track معنى الشاحنة الشاحنة track الشاحنة black معنى أسود black move back معنى ابتعد هذا فعل لما أقول move هنا فعل move back ابتعد أعيد track black move back معنى ابتعد move back ينتقل إلى حرفي GH GH فهما ينطقان إما ف أو ق لنأخذ المثال الأول عندما ننطق بف ونقول ف ف ج اي تنطق ف لاف 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 كف 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 لاف 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 كف كف لاف هو فعل لاف ضحكة ضحكة أو يضحك لاف لاف كف سعال كف سعال وعيد لاف كاف لاف معنى ضحكة كاف معنى سعال ينتقل إلى كيفية النطق بها عندما تنطق ج ج ج example ghost 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 august 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 afghanistan 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 ghost 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 august 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 afghanistan افغانستان افغانستان ghost معنى شبح ghost ghost شبح august august فهو صفة مذعور مذعور august august افغانستان كما تعلمون فهي بلد افغانستان وكتبنا بألف كبيرة letter letter majuscule une lettre majuscule A A
أفغانستان. ولننطلق إلى المثال الأمثلة الأخيرة عندما لا ننطق بهذه حرفين GH، عندما تكون كما سبق القول تكون صامتة أي لا ننطق بها، عندما تكون صامتة أي لا ننطق بها. Example، مثال night، night فهنا GH لم ننطق بها، كانت صامتة، كانت silent، silent معنى صامتة. night، hi نفس الشيء، hi hi. neighbor، neighbor neighbor. night، night GH صامتة. hi نفس الشيء، hi لم ننطق بالGH صامتة. hi neighbor نفس الشيء، يطبق على neighbor، neighbor neighbor. night الليل، night الليل عكس do day، day night الليل. high مرتفع، high معنى مرتفع، high معنى مرتفع. neighbor معنى الجار أو جار، جار الجار. وعيد th تنطق ذه، ذه مثال there هنا، this هذا، father أب، mother أم، ويمكن أن ننطق بها ث. example teeth أسنان، nothing لا شيء، thanks شكرا. ck تنطق ك، مثال track شاحنة، black أسود، move back فعل، هنا move فعل، move back ابتعد. gh تلفظ ف، إما ف إما ج أو لا تنطق على الإطلاق. لنأخذ مثال ف، لاف كف، لاف ضحكة، كف سؤال. عندما تنطق ج example ghost شبح، aghast نعت أو صفة، فهو مذعور aghast. أفغانستان فهي بلد كما تعلمون. نأخذ مثال عندما لا ننطق بهذا GH، بهذين الحرفين GH، عندما يكونان صامتين silent. example night الليل، high مرتفع أو عالي، neighbor الجار. المرجو الاشتراك في القناة وتفعيل خاصية الجرس ليصلكم كل جديد، وكذلك الضغط على زر لايك إذا أعجبكم الفيديو، ولا تبخلوا عنا بتعليقاتكم وتفاعلكم. دمتم في أمان الله ورعايته.